في إطار سياسة القربة التي نهجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن أجل مرفق عموم قريب من الزبناء، حل محمد أمكراز وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي مساء اليوم الاثنين بالفاع لإعطاء انطلاقة إنشاء وكالة الضمان الاجتماعي، وتعد هذه الوكالة يداني على مستوى إقليم شتوكا إيتبها بعد وكالة بيغرا، وستساهم في التخفيف من وتيرة الاكتظاظ التي تشاهدها بصفة يومية. وقد حضر هذا التدشين كل من رئيس جامعة بلفع حسين أزكواغ والمدير الجهوي للضمان الاجتماعي وعدد من الأطر والفعاليات الجمعوية والسياسية. نسكر تدشين البداية الأشغال حماس المقر لسينيسيس حماس بلفع اللي كان المقر إيجا مهم رئيس تجبية العدد الحاجيات مدلين خارتين حماس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا ينضغط فماس الوكالة اللي لنا نغيلة، وبالتالي غواد ريفوكو هي العدد الإشكالات اللي لنا نحماس الوكالة اللي لنا نحماس نشتوك إتباه الحال ترافعنا على هاد فتح هاد الوكالة من بعد ما كانت فقط واحد الفرع تابع الوكالة ديال بيغرا على أساس أنه باش نخفوا العناء ديال التنقل ديال المواطنات والمواطنين بدائرة بلفع مسا حتى لبيغرا. مسألة الثانية هو أنه نشجعوا يعني كافة القطاعات وكافة المشغلين باش يشجلوا باش يعني ينخرطوا في هاد الوكالة على أساس أنه لإحقاق واحد الحق دستوري اللي هو الحماية الاجتماعية. وطبعا بلادنا مقبلة على ورش كبير يهم يعني الحماية الاجتماعية، وخاصة يعني الدولة توجد مجموعة من البنيات الاستقبالية، واليوم هاد الوكالة هذه غادي تشكل واحد البنية من هاد البنيات لتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، لا سيما أن هذه المنطقة هذه تتعرف واحد الدينامية كبيرة على مستوى القطاع ديال الفلاحة، واللي غادي يزداد الوتيرة ديالها مع يعني تشغيل محطة تحلية مياه البحر لسقي يعني الضيعات ديال المستثمرين وكذلك ديال السكان يعني والفلاحة الصغار والمتوسطين ديال المنطقة. اللقاء اللي قام فيه الوزير التشغيل والإدماج المهني بافتتاح أشغال إعطاء انطلاقة ديال الأشغال ديال تهيئات المقر الجديد للوكالة ديال بلفع. هذه المنطقة هذه اللي منطقة ذات صبغة فلاحية وفيها عدد كبير من الضيعات الفلاحية، فيها عدد كبير من الأجراء ديال القطاع الخاص، وهذا جا كيندرج في إطار السياسة ديال الضمان الاجتماعي للتجويد وتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات وكذلك الافتتاح على المحيط ديالها. وهذه الوكاله هذه غادي تغطي المنطقه ديال واحد خمسه ديال الجماعات زائد الجماعه ديال بلفع، وتقريبا واحد 54 الف اجير اللي غادي مصرحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي غيوليو يستافدوا من الخدمات ديال هذه الوكاله هذه ان شاء الله ملي غيتم الافتتاح ديالها. شكرا.